السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نتكلم على كليب دروب. كليب دروب من المواقع اللي انا تبعتها من اول ما نزل، ما كانش بيعمل غير حاجة واحدة بس، ان انت مثلا لو عندك كرسي او ترابيزة او عربية وصورتها موبايل بيحذف فوق الخلفية، وبعد كده لما تفتح الموقع على الكمبيوتر تلاقي الصورة دي موجودة، نفس الحساب اللي على الموبايل هو نفس الحساب اللي على الكمبيوتر، فتلاقي الصورة دي جاهزة بحيث ان انت تقدر تستخدمها في الفوتوشوب او تستخدمها في اي برنامج انت عايزه، الوورد اي حاجة، فبقت الصورة موجودة تقدر ان انت تستخدمها. لكن بص دلوقتي بقى طور نفسه عمل ايه؟ كل الحاجات دي حاجات جميلة. مثلا جينيريتيف فيل يعني بعلم على جزء معين واقول له غيره لي بحاجة تانية، حط لي نظارة، حط لي عربية، حط لي انا عايزه. فهنا اقول له مثلا جينيريتيف فيل، تمام، ويحط اي صورة، تمام، ويبدأ ان هو يعدلك عليها. يعني ممكن الصورة دي تقول له مثلا غير لي القميص، غير لي كذا، غير لي كذا. فدي التولز القوية. خلينا نجرب حاجة كده. ممكن تتعلم على جزء وتقول له ضيف لي مثلا هنا شمس، قمر، زي ما انت عايز. هنشوف ان هو فيه شوية مزايا جميلة. يعني مثلا الصورة ديت زي ما نشوف، انا اقول لك ايه، انا عايز اضيف مثلا هنا اهرامات، عايز اضيف هنا حاجة معينة. ممكن تيجي هنا مثلا تعلم على الجزء ده وتقول له مثلا عايز اضيف اشجار مثلا. وتقول له ايه جنريت. فيبدأ يعمل لك مثلا بالشكل دوت. مش عاجباك مفيش مشكلة، قول له مور، يبدأ يعمل لك صورة واثنين وثلاثة واربعة. ممكن يعمل لك 100 صورة، كل ده متاح، مفيش اي مشكلة خالص. تقدر بعد كده مثلا ان انت تمسح جزء معين، ان انت تحذف الخلفية، ان انت تعمل لها داونلود، كل ده متاح لحد ما توصل للصورة اللي انت عايزها. اعتقد اللي في الاول كانت احسن. طيب تعال نقول له باك. هنا مثلا دي موضة، هنا مثلا بدأ يحط الصورة على التيشيرت بالشكل دوت ويلبسه النضارة وهكذا. هنا بدأ يحط سمك قرش او حاجه كده. طيب هنا لو انت مصور صوره مثلا عايز تخليها دائريه، عايز حتى لو انت مصور جزء صغير، هو ممكن يتخيل لو الصوره دي كملت هتبقى عامله ازاي. سواب بتبدل الوجوه مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. هنا ممكن تحول التكست لصوره، دي من ضمن الحاجات الجميله. انت بس اكتب البرومت اللي انت عايزه، تمام، ويبدا ان هو يعمل لك صوره زي ما شفت مثلا في ميدجورني والمواقع اللي زي كده. في ريبليس باك جراوند، يحذف لك الخلفيه ويغيرها. طيب تعال نجرب جاسبر. بيقول لك ايه، هترفع صوره وهو يبدا ان هو يساعدك في التسويق للمنتج بتاعك. وحتى حطه فوق جاسبر فري ترايل اساس ان انت تجربه. في عندك ان انت تحذف الخلفيه، مجرد ان انت ترفع صوره يروح حذف لك كل حاجه ويسيب لك. يعني تخيل الراجل ده بشعره دوت عايز تحذف الخلفيه، فهتبقى متعبه وبالذات لو الوان مختلفه. هنا ممكن جزء معين من الصوره تحذفه. هنا انكروب، يعني الصوره دي بتخيل لو انا شفت اللي حواليها هتبقى عامله ازاي. يعني صورة مثلا زي اي صورة مشهورة احنا حافظين الجزء دوت، طب اللي حواليها كانت ايه، زي الموناليزا مثلا. وهنا يكبر لك الصورة بشكل حلو. وهنا لو عندك سكتش، حاجة مرسومة بخط ايدي، حولك لصورة حقيقية. وهنا بقول له اعد التخيل، يعني ممكن اديله صورة معينة واقول له ايه تخيل الصورة دي بشكل اخر. فممكن يكون عندك مبنى معين عايز تتخيله بشكل اخر هيبقى عامل ازاي، فيبدأ ان هو يتخيل لك باكتر من طريقة. خلينا نشوف كده في الصور، وليكن مثلا دوت، فهو هيعمل لي إعادة تخيل للمبنى أو للغرفة اللي احنا مصورينها. وتلاقي عمل لك دي الصورة الأصل وبدأ يغير لك فيها وهكذا. فموقع جميل، كل ما هتدخل عليه هتلاقي فيه أدوات جديدة بيضيفوها كل شوية.